وللحديث أكثر عن قرار تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا وتداعياتها وتوقعات المراقبين لها، ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي السيد يوسف كاتب أغلو. مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيكم. إذن أردوغان يرغب بتقديم موعد الانتخابات إلى 14 من شهر أيار مايو، هل توقعتم ذلك؟ طبعا بكل تأكيد يجب أن نقول بأن هذه الانتخابات هي انتخابات ليست كسابقيها من الانتخابات، انتخابات العالم كله يتحدث عنها، أمريكا والصحافة الأمريكية تقول أن هذه انتخابات أهم انتخابات في عام 2023 على مستوى العالم، انتخابات دعنا نسميها مصيرية، انتخابات القرن، انتخابات الفصل، انتخابات المئة، الذكرى المئوية الأولى لتركيا. وبالتالي نعم، هذه الانتخابات يجب أن تكون زمنيا تتوافق مع أكبر نسبة مشاركة فيها من الناخبين الأتراك، وبالتالي التاريخ الذي كان هو معلن عنه مسبقا بناء على 5 سنوات كل انتخابات، التقويم الزمني للجنة الانتخابات كل 5 سنوات، وبالتالي كان 18 من حزيران يونيو من هذا العام، هذا الموعد الأصلي. ولكن نظرا لرغبة الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في أن يكون هناك الوقت يتناسب مع الظروف الحياتية والمعيشية لضمان أكبر مشاركة في هذه الانتخابات، لأن تاريخ 18 من حزيران يتصادف أنه قبيل عطلة عيد الأضحى، وهنالك تقريبا أكثر من 100,000 حاج تركي يذهبون لأداء فريضة الحج، وسيكون في وقت الانتخابات في الحج، وأيضا يعني يتعارض مع العطلة الصيفية، هنالك من يسافر أو يذهب للسياحة أو يذهب إلى أماكن أخرى، وبالتالي من وأيضا الدراسة والجامعات وغيرها. لذلك كان من الأنسب وبالقانون يحق أن يكون هناك، يحق للجنة الانتخابية أن يتم تقديم الانتخابات في فترة لا تتجاوز 2 شهر، وهذه لا تعتبر انتخابات مبكرة، وإنما تعديل أو تقريب موعد الانتخابات. كيف يجري ذلك أستاذ يوسف؟ هذا يتم بطريقتين، الطريقة الأولى هو يتم طلب من رئيس الجمهورية من البرلمان التركي أن يتم التصويت على مقترح الرئيس، والرئيس الآن يقترح 14 من مايو مايس أيار لهذا العام، وعندما نحن نعلم أن البرلمان التركي 600 نائب في البرلمان، يكفي أن يتم تصويت 3 أخماس البرلمان، بمعنى 360 نائب من أصل 600 نائب، إذا ما صوتوا نعم لهذا التاريخ فيصبح هذا التاريخ هو تاريخ معلن رسميا ويتم نشره في الجريدة الرسمية. في حال فرضنا بأن لم يتم التوافق على هذا التاريخ من قبل البرلمان، لم يحصل على الغالبية المطلوبة 3 أخماس أو 360 نائب، نعلم أن حزب عدالة والتنمية مع الحزب الحركة القومية تحالف الجمهور لا يفي ب 360 نائب، وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم للمعارضة، ومن المتوقع المعارضة هي تريد منذ أمس أن تكون هناك انتخابات مبكرة أو يتم تعيينها بأسرع وقت ممكن. في حال أن كان هنالك تغيير في سياسة المعارضة وعدم التصويت لهذه الانتخابات لتقديم موعدها، يحق للرئيس أردوغان إذا ما فشل البرلمان في استصدار الموافقة على 14 مايو أيار لموعد الانتخابات أن يحدده بمرسوم رئاسي، وهذا ضمن القانون التركي. نعم. سيد يوسف، تفضلت بالحديث عن المعارضة ورغبتها في أن تكون الانتخابات أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد، وهل هي مستعدة لذلك؟ لأن هناك كما تفضلتم كل العالم يراقب هذه الانتخابات، انتخابات في منتهى الأهمية، حتى كما قرأنا في الأخبار قبل قليل إيكونوميست البريطانية قالت بأنه من الصعب على المعارضة الفوز على أردوغان، على ماذا يستعجلون طالما أنهم لم يتوافقوا حتى الآن على مرشح لهم؟ يا سيدي، المعارضة التركية الآن نتكلم عن معارضة بأطياف مختلفة. نعم، الشعب التركي هو فسيفساء، وهنالك من يدعم الحكومة التركية وحزب عدالة والتنمية وأيضا تحالف الجمهور الذي هو عبارة عن أيضا تحالف بين الحزب عدالة والتنمية والحركة القومية، وأيضا هنالك أطياف أخرى تسمى بالمعارضة، وهذا شيء طيب جيد، يعني نحن لا نتوقع أن يكون الجميع يصوت للعدالة والتنمية، يجب من يدعم، هنالك من له رأي آخر وأيديولوجية أخرى، هذه هي الديمقراطية ونحترم ذلك. ولكن
عندما يكون هنالك معارضة تتحد فقط صوريا، نتكلم عن الطاولة السداسية، وهذه الطاولة السداسية التي هي عبارة عن أحزاب متضادة لا توافقات بينها في الأيديولوجيات، هنالك متناقضات، هل يجتمع الهواء والماء؟ هل يجتمع النار والماء؟ لا يمكن، متناقضات. يعني أعطيك مثال، حزب الشعب الجمهوري علماني كان وراء إغلاق حزب الرفاه نجم الدين أربكان، يتحالف الآن مع حزب السعادة الذي هو امتداد لحزب الرفاه ورئيس أربكان، لا يمكن. الحزب الجيد مرال أكشنر هي من الحزب الحركة القومية، هي قومية تتحالف الآن أو تؤيد أن يكون هنالك دعم للحزب الشعوب الديمقراطية الكردي الداعم والمدعوم من قبل البيكاكا الإرهابي، لا يمكن. أحمد داود أغلو وعلي باباجان اللذان ترجلا من قطار العدالة والتنمية الآن، وكان وصل إلى مراكز مرموقة في حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أغلو وصل كان مستشارا للرئيس، وزيرا للخارجية، رئيس وزراء، رئيس حزب العدالة والتنمية، وكان الذراع الأيمن لأردوغان، ترجل عن قطار المسيرة العدالة والتنمية بسبب الأنا، وأراد أن يؤسس حزبه، وأسس حزب ما يسمى الحزب المستقبل، ورصيده صفر، ليس لم يدخل أي انتخابات قبل ذلك. علي باباجان كان وزيرا للاقتصاد ونائب رئيس نائب رئيس الوزراء، أيضا رصيده صفر من عند الشعب التركي، لم يدخل أي انتخابات. هذه أحزاب نسميها هامشية، وهذه الأحزاب الهامشية لا يعول عليها. الحزب الديمقراطي حزب صفر على الشمال، إذا هنالك تأتي الأوامر من قوى خارجية تقول لهم عليكم أن تظهروا بمظهر القوي، وبالتالي هذا التحالف فقط ما يجمعه شيء واحد، إسقاط أردوغان. الكل الآن يتفق، يجب أن طيب ما هي الرؤية، ما هي مشاريعكم، ما هي الأهداف، كيف ستدير الدولة؟ هذا هو السؤال القادم في الحقيقة، ما هي رؤية هذه الطاولة السداسية التي في الواقع تحاول أن تختار مرشحا منها؟ قبل أن نسأل عن المرشح الأقوى من بين هذه الأحزاب، ما هي رؤيته؟ هل تشكلت هذه الرؤية؟ نعم هنالك رؤية، ولكن رؤية ما يسمى هدم كل ما بناه الرئيس أردوغان. رؤية الهدم، يقولون نريد أن نعود إلى النظام البرلماني، وهذا النظام البرلماني عفى عليه الزمن وانتهى. الشعب التركي صوت باستفتاء شعبي في 2017 للدخول للنظام الرئاسي، النظام الرئاسي نظام الدول العظمى، أمريكا نظام رئاسي، روسيا نظام رئاسي، فرنسا نظام رئاسي، لا، يقولون نريد أن نعود إلى النظام البرلماني. لماذا؟ لأنه نظام الوصايات، نظام التحالفات بين الأحزاب، لأنه التبعية إلى دول أخرى، وتركيا عانت الكثير من الحكومات الائتلافية والتبعات والنظام البرلماني، لا عودة للنظام البرلماني. يتقول لك المعارضة إذا ما فزنا نحن في الانتخابات سنقوم بإيقاف مشروع قناة اسطنبول، مشروع قناة اسطنبول مشروع العصر، مشروع حيوي سيغير خارطة الملاحة البحرية. يقول إذا ما فزنا في الانتخابات سنوقف العمل بمطار اسطنبول الدولي المرحلة الثانية والثالثة. مطار اسطنبول حقق أرقام قياسية، المطار الأكثر ربحا والأكثر ازدحاما، 1287 طائرة يوميا على مستوى أوروبا. مشروع هدم، لا إنجازات، لا رؤية مستقبلية. إلا تقصد أنه في المشروع يقولون سنوقف سنعرقل كذا، ولا يقولون سنفعل، لا يوجد لديهم أي مشروع حقيقي، لا يوجد لديهم أي رؤية حقيقية، وبالتالي فقط اتفقوا على إيقاف أردوغان، إسقاط أردوغان، والذي يأمرهم بذلك هم تبع، نتكلم بصراحة، هؤلاء لا يملكون تبع لمن؟ لدول إقليمية وعظمى، يا سيدي نقولها، أمريكا تقول لهم عليكم أن تسقطوا أردوغان، ألم يقل بايدن قبل أن يصبح رئيسا لأمريكا علينا أن ندعم المعارضة التركية ولكن من خلال صندوق الاقتراع وليس من خلال الانقلابات؟ ما شأن أمريكا بانتخابات تركيا؟ هل تسمح أمريكا أن تتدخل تركيا في انتخابات الرئاسية داخل أمريكا؟ ما هذا التدخل يا أخي السافر؟ يدل على ماذا؟ التبعية لهؤلاء لأسيادهم، هؤلاء بيادق لا قيمة لهم، ولذلك يحارب الرئيس أردوغان، لأنه هو الذي أعطى معنى السيادة وأعطى معنى الأولوية لتركيا ولشعبها، لا لمصالح الغرب ومصالح أمريكا على حساب شعبه وعلى حساب سيادة بلده، وبالتالي فشلت كل المخططات. 2016 15 تموز محاولة الانقلاب الفاشل، من الذي أفشلهم؟ الشعب التركي نزل بكل أطيافه، لماذا؟ ليحافظ على المكتسبات التي اكتسبها من ظل 20 عام في وجود حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان. هذه المكتسبات ب 255 شهيد و 2197 جريح، وهو يدافع عنها ودافع عنها وخرب هذه المخططات. لذلك بايدن ماذا قال؟
علينا أن ندعم المعارضة من صندوق الاقتراع وليس عن طريق الانقلابات. وبالتالي لجنة الطاولة السداسية هي مشروع أمريكي مدعوم من قبل، إلى الآن لم يتفقوا على مرشح، إلى الآن لا يوجد اسم مرشح، الكل يتخبط وسيتخبطون. دعني أسألك، حسب توقعاتكم هناك أسماء كثيرة تفضلت بذكر بعضها والبعض الآخر لم تذكره في هذه المقابلة، هناك أيضا عبد الله جول، هناك رئيس بلدية اسطنبول، أسماء كثيرة متداولة، من تعتقد المرشح القادم أمام أردوغان، علما بأن هناك العديد من العوامل التابعة والمستقلة في هذه المعادلة، الناخب التركي نفسه، التدخلات الخارجية، المرشح الذي يقابل أردوغان كونه مرشح حزب العدالة والتنمية، كيف يمكن أن تتوقع الصورة المستقبلية لهذا الموضوع؟ واضح أن هنالك اختلاف كبير، هنالك شروخ كبيرة بين الأحزاب في الطاولة السداسية والمعارضة التي تريد أن تتفق. ألا ترشح بعض يعني توقعات مثلاً؟ نعم، أو أنا سأعطيك بعض التوقعات، لكن يعني أشخص لك الحالة. نعم. عندهم الآن الحالة. نعم. عندهم عدم توافق الآن على اسم معين، هنالك مرة الأكشنر مثلاً ترفض ترشيح كمال كلشتار أولو زعيم أو رئيس حزب الشعب الجمهوري ذو الغالبية في آخر انتخابات، حصل على 25% تقريباً، وتقول يعني لا نريد أن نغامر بمن ثبت أنه فشل في 10 استحقاقات انتخابية، كمال كلشتاراولو لن ينجح على أردوغان وبالتالي يجب أن يكون شخصية أخرى. هنالك تيار قوي في حزب الشعب الجمهوري يريد من كمال كلشتاراولو، يقول أنت الحزب ذات الأكبر نسبة في المعارضة، لماذا لا تكون أنت المرشح؟ إذا تياران متصارعان بين كمال كلشتاراولو ومن يدعمه ومرال أكشنر ومن تدعمه، وهي تدعم بقوة أكرم إمام أغلو. نعم. أكرم إمام أغلو رئيس بلدية إسطنبول هو مشروع غربي، نتكلم بصراحة، هو تم إعداده ليكون مجهزا لهذا المرشح، وبالتالي يتم الآن توجيه كل الضوء على من؟ على غيره، لعدم لفت الأنظار له ولحمايته، ولكن سترون قريبا أنه سيتم الإعلان عن أكرم إمام أغلو أنه هو المرشح للمعارضة. في دقيقة واحدة، ما مدى حظوظه؟ ما الحظوظ التي تتوقع أو المواصفات التي يتمتع بها وتجعله يعني مرشحا قويا؟ ليس مرشحا قويا، هو فقط هو مرشح ولكن ليس له أي حظ، هو فشل ذريعا في إدارة بلدية اسطنبول. فيا سيدي، أنت ستكون مرشح لإدارة دولة كتركيا وهي الآن تصارع الدول العظمى؟ هذا غير واقع. الشعب التركي حصيف وذكي ويعلم لمن سيصوت، لن يصوت إلى من عجز على إدارة أزمة الثلوج في 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 عواصف الشتاء الفائت، وهو كان يجتمع مع السفير البريطاني في أحد مطاعم السمك يحتسي ويأكل، والشعب التركي 10 ساعات طول الليل يعاني الأمرين من العواصف الثلجية، عديم المسؤولية. رئيس بلدية اسطنبول لا يصلح أن يدير بلدية اسطنبول، كيف سيدير بلد كتركيا أمام المنظومة العالمية التي تتحدى وتريد أن تضع العصا في دواليب النمو دولة كتركيا؟ لا قيمة ولا حظوظ لأكرم إمام أغلو، ولكن المضطر هذا أفضل الخيارات بالنسبة لديهم. كمال كلشتاراولو لم ينجح، ومرال أكشنر تريد أكرم إمام أغلو، وبالتالي جميع من يرشحون لن يكون له أي حظ أمام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أثبت منذ 20 عاما بأنه رقما صعبا، وزادت شعبيته بعد أن أصبح ليس فقط داخل تركيا بل حتى في معظم الدول العربية والإسلامية. هنالك من يقول نتمنى لو أن تعطونا الرئيس أردوغان، نحن نعرف قيمته وهو رجل المهام الصعبة ومخضرم، وأثبت من خلال إنجازاته ومشاريعه بأنه من الصعب هزيمته. أشكرك جزيلا سيد يوسف كاتب أغلو، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك، شرفتنا في الأستوديو. نتمنى من الجميع الدعاء لتركيا والدعاء لرئيس أردوغان من جميع الدول العربية والإسلامية وكل من يشاهدوننا، لأن تركيا هي سد منيع ليس فقط للشعب التركي إنما لجميع الأمة العربية والإسلامية. كل التوفيق لتركيا شعبا وحكومة إن شاء الله. شكرا.